السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نرحب بكم أجمل ترحاب في أمسية متجددة من برنامجكم من عمان وحلقة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها وسط الأهل والأحباب بكل متعة وفائدة. هنا مشاهدين كالعادة متابعة وأيضا رصد للحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة. دائما ما نحاول أن نقربكم من هذا الحراك مشاهدينا من خلال محطاتنا الحوارية أو من خلال تقاريرنا المنوعة. حلقة الليلة زاخرة بالعديد من المتابعات، نتمنى لكم متابعة طيبة حتى الساعة 10:00. أول محطاتنا إن شاء الله مشاهدينا نحتفي بديوان واد غير ذي بوح للشاعرة والروائية بدرية البدرية. حظي هذا الديوان مشاهدينا بإنجاز على المستوى الخليجي، سنقربكم إن شاء الله من هذا الإنجاز ومن هذا الديوان تحديدا من خلال المحطة الأولى من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في حديث آخر مشاهدينا سنغطي لكم فعاليات مهرجان سدح التراثي الخامس الذي انطلق عصر اليوم. يحاول هذا المهرجان مشاهدينا أن يجسد لكم تراث وأصالة سدح من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة، سنقربكم إن شاء الله منها من خلال ربط مباشر من هناك برفقة زميلنا هناك إن شاء الله في قادم الوقت. أما المحطة الثالثة مشاهدينا أيضا هي محطة قانونية في برنامجكم من عمان، كل أسبوع نحاول أن نضيء زاوية من زوايا هذا المجال لنتحدث إن شاء الله عن ملتقى المحامين الثالث. ما هو الجديد في هذا الملتقى بنسخته الثالثة؟ محاور عدة نوقشت من خلال هذا الملتقى، من أهمها الإعلان القضائي وأثاره القانونية، وهو أيضا عنوان ملتقى المحامين الثالث بالأحرى. إذن حديث مفصل إن شاء الله عن هذا الملتقى مشاهدينا برفقة ضيوفي في الدقائق القادمة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. الختام إن شاء الله احتفال بلدية مسقط مع الدول العربية بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 من مارس من كل عام. في كل عام يأتي هذا اليوم مشاهدينا بعنوان، في هذا العام يأتي تحت شعار مدن مستدامة لإسعاد الساكنين. كيف يترجم هذا العنوان إن شاء الله أو يترجم هذا العنوان؟ سنتعرف من خلال محطتنا الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. إذن البداية كما ذكرت مشاهدينا ربط مباشر إن شاء الله من سدح للتعرف على ولاية سدح أو بالأحرى مهرجان سدح التراثي الخامس برفقة الزميل محمود بن سهيل تبوك. مساك الله بالخير محمود، حياك الله في برنامج من عمان. مساء الخير بيان، ومساء الخير أيضا لكل من يتابعنا في هذه اللحظات في برنامج من عمان. اليوم ولاية سدح وقد انتظرت عام إلى عام لتنتظر مثل هذه الأفراح الجميلة هنا في هذه الولاية في هذا المهرجان الذي يحمل الكثير من التراث الجميل لينقلها طبعا إلى الجيل القادم الواعد بإذن الله تعالى. مهرجان سدح التراثي الخامس يحكي كثير بتفاصيله بمكوناته بمشاركاته بمسابقات الموجودة في هذه المهرجان لمدة 10 أيام، راح تكون أكيد حاضرة وفاعلة لكل من يزور هذا المهرجان الجميل الذي ينتظره الجميع من عام إلى عام ليشاهدوا ويستمتعوا أيضا بالفنون العمانية المغناة التي تحكي دائما عبق التراث الجميل والأصالة والوحدة العمانية. إذن راح نكون في هذه المحطة بيان، المحطة الأولى، نتحدث عن هذا المهرجان الجميل مهرجان سدح التراثي الخامس هنا، وطبعا المهرجان لمدة 10 أيام بمنطقة جوفة بولاية سدح. هذه الولاية الجميلة العريقة الساحلية الرائعة بنياباتها بأماكنها بكل معالمها السياحية والتراثية أيضا الجميلة التي دائما يحظى ويحرص الزائر عندما يزور إلى هذه المناطق يستمتع بهذه الشواطئ الخلابة. راح نتواصل وأكيد ونأخذ التفاصيل بمختلف فعاليات المهرجان. راح ينضم معنا في هذه اللحظات سعادة الشيخ المنذر بن أحمد المرهون والي ولاية سدح. سعادة الشيخ، أول شيء نبارك لكم اليوم انطلاق فعاليات مهرجان سدح التراثي الخامس. طبعا اليوم كان تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيد وزير الدولة ومحافظ ظفار، افتتح اليوم هذا المهرجان الجديد هذا العام. سعادة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير أولا على هذه التغطية الرائعة،
ثانيا ان مهرجان سدح زي ما قلت وتفضلت في كلمتك انه يصير في اقبال وانتظار لمده سنه من عام الى عام، وهذا المهرجان العام هذا ان شاء الله بصوره جديده، وهو المهرجان الخامس، ودليل على انه المهرجان الخامس يعني دليل على انه نجاح الى نجاح اخر باذن الله. اليوم تم الافتتاح الساعه 4:30 عصرا تحت رعايه معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدوله ومحافظ ظفار. وبعد هذا الافتتاح هناك الكثير من البرامج والفعاليات التي تحظى بها هذا المهرجان. هذا المهرجان التراثي يعتبر من المهرجانات الواعده والمهمه للولايه، كون الولايه صارت ملتقى طرق للمحافظه وتثري الموروث وتثري السياحه وتثري الكثير من الناحيه الاقتصاديه، حيث ان هذا المهرجان فيه كثير من الفعاليات والمناشط التي تؤكد على هذا المهرجان انه مهرجان ناجح ان شاء الله. اليوم بدينا بحفل الافتتاح وكان افتتاح مبسط وجميل والحمد لله بشهادة الجميع، وهذا بجهود بذلت من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان وجزاهم الله خير على هذه الجهود. ثانيا ان المهرجان الان بيبدا فيه المحالبة والمزاينة للحفاظ على هذا الموروث وتتواصل هذا الموروث من جيل الى جيل. كذلك الكثير من المناشط الرياضية مثل الرماية، مثل وزارة الشؤون الرياضية مشاركة في اليوم المفتوح، وهناك العديد من الفعاليات والمناشط التي تتم. سعادتك ايضا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن بعد الافتتاح نشاهد ايضا امسيه شعريه راح تكون بعد قليل بعد ان ننتهي من هذا الربط. الكل والجمهور الحاضر عدد كبير ما شاء الله اليوم، يدل ايضا على ان الكل ينتظر هذا المهرجان من عام الى عام. سعاده شيخ الجديد، هذا العام ايضا المزاينه والمحالبه بعد ان اتت وضمت الى قائمه الفعاليات في المهرجان قبل عامين، هذا هو العام الثالث، دليل على ان الكل سعى ويحاول انه يشارك اكثر من المئات المشاركين في هذه المسابقه. بقدر الاستطاعه هناك محاولات كثيره من اللجنه المنظمه انها تضيف فعاليات جديده دائما، والكثير من الفعاليات اضيفت هذا العام، وباذن الله الحمد لله نرجو انها تحيز رضا الجميع. وزي ما قلت انه الحضور الكثيف اللي حاضر اليوم ما هو الا انطباع على انه المهرجان يؤدي رسالته التي هي رسالة بحد ذاتها الحفاظ على الموروث، وهذا الحفاظ على الموروث لا بد أن نتوارثه جيلا بعد جيل، وهذا الاهتمام اللي من قبل المواطنين الشباب الحمد لله يعني دليل على أنهم مهتمين بهذا التراث. كذلك يوجد كثير من الناس اللي منتظر هذا المهرجان، بحيث أنه المهرجان صار أصبح الآن هناك مردود اقتصادي، هناك مردود سياحي على الولاية، بحيث الولاية الآن بعد ربط الولاية بشوارعها فصارت الآن ترتبط حتى بالولايات الشمالية عن طريق الشوارع الساحلية، فهذا أدت إلى تدفق السواح للولاية. وكما تعلمون ولاية سدح مشهورة بكثير من الموروثات، كذلك التراث البحري والتراث الريفي والتراث اللبان الحوقري، فهذه كلها أدت الفعاليات إلى نجاح مثل هذا المهرجان، ونامل أن ننجح فيما سعينا لأجله نحن واللجنة المنظمة جميعا إن شاء الله. أكيد أيضا مثل ما ذكرت ملتقى لكل الزائرين، وبإمكان حتى الزائر مرورا بولاية سدح الاتجاه إلى ولاية شريم وجزر الحلانيات وهو قادم من ولاية مرباط. إذا حكومة قدمت الكثير للمواطنين وسهلت كل الطرق للوصول حتى التزاور بين الولايات. إذا زائر من ولاية اليوم أو محافظة الوسطى بإمكانه أن يصل إلى ولاية سدح في أقل من ساعتين، وأيضا ولاية شريم وجزر الحلانيات اللي كانت المسافة طويلة عندما يحاولون الوصول إلى ولاية سدح الآن أصبحت هي ما يقارب تقريبا أقل من نصف ساعة للوصول إلى هذه الولاية. فن النانة وفن الدبرارة، فن النانة وفن الدبرارة مشاهدينا الكرام من الفنون الريفية الجميلة التي لها صوت جميل ويبقى في ذاكرة كل من يستمع إلى هذا الفن، وهو طبعا باللغة الريفية واللغة الجبالية أو الشهرية طبعا لسكان أهل الجبال. طبعا حفاظكم على هذه والمسابقة طبعا، وعرف أيضا عن ولاية سدح بهذا الفن الجميل فن النانا والدبرارت ومسابقات المشاركة بالنسبة للأجيال القادمة، نشاهد الشباب يبرزون في كل عام، وأيضا للساحة الفنية بصوت أصوات جميل تصدح من هنا من ولاية سدح. يعتبر فن النانا والدبرارت من مميزات ولاية سدح، وهذا الفن لاجل الحفاظ عليه أنشئت هذه المسابقة. فعندما تتم مسابقة ويتم اهتمام
فتهتم به الأجيال جيلا بعد جيل على أساس أنها تشارك في مثل هذا. رصدت له جوائز ورصدت له هذا الأمور كله ونظمت له مسابقة ولجنة وتحكيم، فالحمد لله الآن هو النانا ودبرارة فن من فنون سدح المشهورة فيها، مع المسابقة تضيف إليها الحفاظ على هذا الموروث، هذا الفن المغنى كما يعلمه الجميع من أجمل الفنون، فلهذا تمت المسابقة للحفاظ على هذا الفن. سعد شيخ، قبل أن نختم معك هذا اللقاء وربما الكثير في ولاية سدح لم نذكره في هذا اللقاء، نتمنى أن تكون هناك أيضا مساحات مفتوحة للقادمة أيام 10 أيام قادمة، وراح تكون التغطية متواصلة طيلة فترة المهرجان بإذن الله من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف طبعا مرئية ومسموعة. إذا سعد شيخ، المهرجان راح يختتم في 25 من هذا الشهر، راح نشاهد أكيد نتائج لمختلف المسابقات في هذا المهرجان. أولا جزاكم الله خير، ثانيا ما في شك أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تقوم بدور كبير، ولولا الهيئة في تغطيتها لما تواصلنا مع الآخرين بحيث أن نوثق مثل هذا الفنون ومثل هذا التراث ومثل هذا الأمور كلها، فجزيل الشكر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متمثلة في الرجال اللي قدموا لنا هذا التغطية الطيبة. وكذلك من نجاحات المهرجان أنه وجود دور مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في المحافظة على هذا المهرجان، وكذلك بقية الدوائر الحكومية والهيئات الحكومية، ولا ننسى دور القطاع الخاص، فالقطاع الخاص ولله الحمد يقوم بدور كبير في دعم مثل هذه الفعاليات للحفاظ على هذا الموروث. فنحن ولله الحمد يعني أمورنا ماشية طيبة بفضل توفيق من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهود التي بذلت، وأتقدم بجزيل الشكر إلى جميع اللجنة المنظمة لأنه فعلا يعني قاموا بدور كبير، وتجسدت اليوم في الافتتاح اللي حصل، وإن شاء الله بتتجسد في الفعاليات القادمة حتى لتاريخ 25. تاريخ 25 بيكون الختام، ومع الختام بتظهر كل النتائج، وإن شاء الله نحافظ على مثل هذا الموروث. شكرا لك سعد شيخ المنذر بن أحمد المروني، يعطيك العافية، شكرا لك. جزاكم الله خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير على هذا، شكرا. إذا بيان كان الحديث جميل وشيق مع سعد شيخ والي ولاية سدح عن المهرجان، مهرجان سدح التراثي 5. هذه دعوة لكم ولكل القاطنين هنا في محافظة ظفار وأيضا في مختلف المحافظات الأخرى في هذه الفترة، عندما تزور محافظة ظفار بإمكانك أن تستمتع بهذه الأجواء الجميلة التراثية التي تحكي عبق الماضي وحاضرنا المجيد بإذن الله تعالى والزاهر. إذن بيان كان هذا الحديث واللقطات كما شاهدناها عن مهرجان سدح التراثي 5. شكرا لك الزميل محمود على هذه التغطية الجميلة لمهرجان سدح. مشاهدينا كما شاهدتم فعاليات متنوعة، عروض مختلفة تحاول أن تجسد عراقة وأصالة ولاية سدح من خلال 10 أيام إن شاء الله قادمة. من هنا أيضا دعوة للجميع لزيارة هذا الحدث في ولاية سدح. مشاهدين نستمر معكم في حلقة الليلة، متواصلين في تغطية فعاليات متنوعة أيضا تشهدها أرض السلطنة. البداية إن شاء الله مع هذا التقرير حول افتتاح ثالث أكبر مزرعة استزراع سمكي في الشرق الأوسط، بعدها عودة لأولى محطاتنا الحوارية، تابعونا. الاستزراع السمكي طريقة علمية حديثة لإكثار الأسماك لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على الأسماك، وأصبح السمك المستزرع الوجبة المفضلة للكثير من الشعوب جنبا إلى جنب مع الذي يتم اصطياده من البحر. ولدعم استراتيجية الأمن الغذائي تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية لتشجيع المزارعين والمهتمين بإقامة مزارع الاستزراع السمكي، وهو ما يلمس من خلال قيام 17 مزرعة بإنتاج الأسماك المستزرعة من نوع البلطي، حيث باتت تغطي جانبا من احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الأسماك. وفي هذا الإطار جاء الاحتفال بافتتاح مزرعة العرفان للاستزراع السمكي والنباتي بولاية بركة، والتي تعد ثالث مزرعة على مستوى الشرق الأوسط في الإنتاج السمكي والنباتي، تستخدم الطريقة العلمية الحديثة في هذا المجال. هذا مشروع رائد الحقيقة على مستوى حجم المشروع والتقنيات المستخدمة، ويغطي جانبين الزراعة السمكي والنباتي، ونتحدث عن إنتاج عالي الجودة. قمنا بدعم حوالي 17 مشروع،
كلها قائمة بالإنتاج، والحقيقة مشروعات ممتازة وتعمل بشكل كبير وتغطي جزء كبير من حاجة السوق المحلية. مزرعة العرفان باستخدامها للطرق العلمية في الاستزراع السمكي تستخدم الطريقة التكاملية في الاستفادة من مخلفات الأسماك في الزراعة المائية وبدون تربة، بإنتاج محاصيل من الخضار ذات جودة عالية خالية من أي مبيدات، وهو ما يضع هذه المزرعة على خارطة المزارع النموذجية في رفد السوق والمستهلك المحلي بإنتاج سمكي ونباتي صحي وآمن. مزرعة أرض العرفان تعد ثالث أكبر مزرعة بالشرق الأوسط في زراعة الأيكوابونيك، ومشروع الأيكوابونيك هو عبارة عن استزراع سمكي نباتي، حيث أن يتم استخدام مخلفات الأسماك في تغذية النباتات، ونأمل إن شاء الله أن يكون إنتاج الأسماك 100 طن و1000 طن للخضروات. الأساليب والطرق العلمية الحديثة في الاستزراع والزراعة تفتح آفاقاً رحبة أمام أصحاب المزارع ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغيرها من المؤسسات في دعم قطاع الشباب العماني وتوجيهه نحو الاستفادة من مساحات الأراضي الزراعية أو تلك المتأثرة بالملوحة في إعادة نشر البساط الأخضر بها وإنتاج مختلف المحاصيل باستخدام الزراعة المائية أو البيوت المحمية واستزراع مساحات واسعة من مختلف الأسماك. لبرنامج من عمان، عبد الله بن عامر الويهي من مزرعة العرفان للاستزراع السمكي بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في أولى محطاتنا الحوارية لحلقة الليلة. مشاهدينا، حصدت الشاعرة بدرية بنت محمد البدرية المركز الأول على مستوى الخليج في مجال الشعر الفصيح في جائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية عن ديوانها واد غير ذي بوح. نحتفي إن شاء الله بهذا الإنجاز بوجود الشاعرة في الأستوديو. نرحب بك شاعرتنا بدرية، حياك الله في برنامج من عمان. يعني نريد أن نبدأ هذا الحوار بقصيدة من ديوانك. إن شاء الله. مساء الشعر لجميع المشاهدين. أنا لا أحب الشعر. هذا عنوان قصيدة؟ نعم، هذا عنوان قصيدة. أنا لا أحب الشعر. أنا لا أحب الشعر، لكني أحبك هكذا دوما تشاكسني، تمرغ خد أشعاري بوجه الأرض، تفجع قلب قافيتي، تشل النبض، أغضب من هذا الكون تضحك. لا أحب الشعر لكني أحبك. أنا لا أحب الشعر لكني أحبك هكذا أجري بعيدا خلف أسراب القصائد، خلف أغنية قديمة، بانتظار الموت في عينيك، بانتظار الموت في عينيك، أو تخليد صوتي في مراياك العتيقة كي تراني كلما أيقظت وجهك في الغياب، وكلما ضحكت قناديل بوجه الليل، أو صمتت حكاياتي طويلا قبل أن تأتي كطفل. لا أحب الشعر لكني أحبك. أنا لا أحب الشعر لكني، ولكني كمن جرحت حقيقته الوحيدة، كالخريف يجر صفرته ويبكي، تسقط الأوراق من عينيه تتركه وتمضي كالرمال بغير صوت، تسأل الأمواج عوده لا تفكر، كم يخون البحر عينيها بعيدا، كم تراوده الموانئ عله يوما يسافر دون أن ينسى حقائبه، تصلي. لا أحب الشعر لكني أحبك. أنا لا أحب الشعر لكني تعلمت الغواية حين أغرتني بعينيك القصائد، أقلب في الدفاتر بعض شعر يستحق أمام جفنيك المثول، ووقفت مشدوها أقول ولا أقول، ستضحكين وربما حتى نشيب، ستذكرين حبيبك المخبول، تخذله القصائد حين تبدين القصيدة والوحيدة، من يجيء الشعر مكسورا يردد لا أحب ولا أحب ولا أحب ولا، ولكني أحبك.
ما شاء الله، صح لسانك، يعني كلمات تحمل معاني مختلفة، تترك للقارئ بكل تأكيد. ما شاء الله، يعني حصلتي مؤخرا المركز الأول على مستوى الخليج في جائزة الشارقة عن ديوان واد غير ذي بوح. نعم. نريد أن نقرب المشاهد أكثر من هذا الديوان. ديوان واد غير ذي بوح هو ديوان الفصيح الأول، طبعا غير مطبوع، ستتم طباعته إن شاء الله بواسطة الجائزة. نعم. إذ كان من الشروط أن يكون غير مطبوع، مسودة الديوان. نعم. هو ديوان فصيح، تنوعت قصائد فيه ما بين القصائد التي تحمل الهم الإنساني والقصائد التي تحمل الهم الشخصي، ولكن بالأخير هو كان نتاج تجربة سنين من التردد في نشر ديوان. نعم. دائما يعني أنا أجد من الصعوبة نشر الديوان، لأنه دائما كل قصيدة تأتي أشعر بها تنسف القصائد التي سبقتها. نعم. أحيانا تفكرين أنه تطور مستواي وصرت أفضل، فتلك القصيدة القديمة تتركينها وتنسينها، ولكن الآن يعني كانت المسابقة فرصة لتجميع قصائدي. جميل. واخترت تقريبا اخترت ربما أفضل قصائد. يعني هذه منها اللي هذه القصيدة منها. نعم. جميل. بالنسبة لي يعني كانت دخول المنافسة هي مشاركة للفوز. نعم. وطبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والفوز دليل على أيضا على جودة النصوص اللي قدمت من نعم خلال الحمد لله رب العالمين. أنا حاولت دائما كنت دائما أحاول إنصاف الشعر. نعم. وأظن إن شاء الله أن الشعر أنصفني ولله الحمد. جميل. يعني أستاذة بدرية، أنت واحدة من طرق أبواب عديدة في الشعر وتميز، يعني لله. ما شاء الله جمعتي بين الشعر الفصيح والشعبي وأيضا الرواية. نعم. مع الحفاظ على الجودة في الثلاث مجالات. الحمد لله. إيش سر هذا التميز والتوهج؟ يعني إحنا قد نرى شعراء أو روائيين طرقوا هذه الأبواب، ولكن هناك مجال أبدعوا فيه مقارب مجالات الأخرى، ولكن البدرية تبدع في كل المجالات، ومن يقرأ لها يؤكد يعني حديثي. الحمد لله، بداية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة ما هو بني الله سبحانه وتعالى إياها، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أنصف الأدب. يعني تقريبا رهنت حياتي للأدب، يعني ما بين عملي وأسرتي والكتابة. نعم. فتجديني دائما ما إذا ما كتبت أحاول أن أكتب الأفضل. ليش؟ ليس لنفسي فقط، إنما للقارئ. القارئ يستحق أن يقرأ الأفضل دائما. نعم. فإن كنت سأستسهل الكتابة لن تنصفني الكتابة. علي أن أجتهد لأصل للقارئ لكي أصل فعلا. جميل. إليه. تكتبين للعموم أم لنخبة معينة؟ أعتقد أنني أكتب للناس. جميل. للبشرية، للإنسانية. نعم. بشكل عام يعني يمكن لكتاباتي أن تصل لكل أحد، فقط عليه أن يقرأها بقلبه. نعم. جميل. نريد أن نستمع إلى نص آخر أيضا إن شاء الله في هذا اللقاء، سنستمع إلى أكبر قدر قرر من النصوص إن شاء الله. طبعا أنا للأسف لا أحفظ الشعر، هذه أسوأ عادتي. أيا رب للجرح خذني ضمادا، أيا رب للجرح خذني ضمادا، له ألف عام يسيل عبادا، وما رق قلب ولا رف جفن كمن بات يزجي الرمادا، كمن بات يزجي الدخان رمادا، نرى الموت يتلو القصيدة دمعا، نبيا قضى العمر طهرا وعادا، له كل يوم ندس القرابين في الدمع، نرجوه عنا ابتعادا، من الموت للموت نرتد نمضي، فمن ذا يجيب إذا الكل نادى، بضعف نجر الخطى، بضعف نجر الخطى دون درب، وكل الجهات تهادت سوادا، هنا الأرض من يزرع الأرض حبا، هنا الأرض من يزرع الأرض حبا، أجاف السنين روتها فسادا، إلى أين إلى أين، لا تسأل الروح قصدا، يضيع اختلاف الرواة رشادا، وغضت عن الحلم طرفا، وراحت تعد الجراح جميعا فرادا، تضيع تعود، أيا رب خذني إذا ما أتيت لجرح ضمادا. جميل، صح لسانك أستاذة. يعني أيضا لك روايات، روايتك الأخيرة بالتحديد. نعم. أتحدث عن تفاصيل هذه الرواية أنا وعنوانها أيضا الكبير المعقد نوعا ما، سر هذا العنوان ما راح أقوله. أطلق عليها الظل الطويل. رواية الظل الطويل هي رواية ظل هيرمافروديتوس، ربما هو العنوان الأنسب لها. إن شاء الله راح نتعرف على هذه الرواية أستاذة، لكن مشاهدينا نذهب بكم إلى موجز التاسعة، بعدها عودة إلى جمال الشعر والكلمة، ابقوا معنا.
السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. بتكليف ثامن، سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد يشارك في حفل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة أبي الريحان البيروني بالعاصمة الأوزبكية طشقند. المفوضية الكشفية والإرشادية لمحافظة مسقط تتوج بكأس جلالة السلطان المعظم الكشاف الأعظم لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي. قوة السلطان الخاصة تحتفل بيومها السنوي الذي يصادف 15 من مارس. ندوة المستهلك حول التجارة الإلكترونية تبحث آلية التعامل مع مواقع البيع إلكترونيا وضمان الحقوق. السلطنة تحقق نموا سنويا في القطاع السياحي بنسبة 13%. مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف المتحاربة في اليمن إلى تسهيل وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة. القوات السورية تواصل تقدمها في الغوطة الشرقية وأكثر من 10,000 مدني يفرون عبر ممر إنساني من المدينة. العناوين انتهت من اللقاء. عودة لكم مشاهدينا، عودة إلى ذات الحديث وحديث شعري برفقة الشاعرة بدرية البدرية حول إنجازها الأخير في الجائزة الشارقة الثقافية. مشاهدينا، كما ذكرنا قبل قليل رواية مؤخرا أصدرتها الشاعرة، نتحدث يعني بشكل تفصيلي عن هذه الرواية أستاذة بدرية. رواية ظل هيرمفروديتس هي الرواية الثانية، روايتي الثالثة، وأعتقد أنه بها نضجت تجربتي الأدبية في الرواية. نعم، ولكن كتفاصيل للرواية أعتقد أنه أي رواية أنت تتكلم عنها أنت تحرقها، فالأفضل أن احنا نخليها للقارئ. أنت قلتي كلمة قبل قليل لا يناسبها إلا هذا العنوان. نعم، ليش؟ فقط نجيب على هذا السؤال. من يتصفح الرواية سيجد تعريف بالشخصية التي نسبت إليها الرواية في أول صفحة تقريبا. يعني أبرز القضايا تتناولها هذه الرواية، ممكن نذكر قضية قضيتين؟ نخليها للقارئ إن شاء الله ولا يهمك. يعني اليوم هناك من يقول أن جمهور الرواية هم أعلى من جمهور الشعر، هل نستطيع أن نقول أن الشعر أو الرواية سحبت البساط عن الشعر كجماهيرية، كمحتوى أيضا، كأدب؟ خلينا نقول أنه أصلا لا يوجد بساط حتى تسحبه الرواية، ولكن الرواية متى ظهرت؟ الرواية ظهرت مؤخرا تقريبا في العصر العشرين أو في القرن العشرين، وأما الشعر فكان تعرفين منذ العصر الجاهلي وصل إلينا الشعر، فكان الجمهور سابقا كله للشعر، أما الآن انقسم الجمهور إلى رواية إلى شعر، ربما ذلك يجعل الناس تقول أن الرواية أخذت وسحبت البساط من الشعر، ولكن في الحقيقة هي لم تسحبهم، لا زال للشعر جمهور، لا زال هناك من يرى صعوبة قراءة رواية من 400 أو 500 صفحة ويتساءل دائما يا ربي تقدر تقرأ رواية من 500 صفحة؟ نعم نستطيع، ولكن ليس كل الناس لديه نفس طويل في القراءة، ولكن يظل الشعر هو الشعر، له معجبية، له رواد، وله قارئي ومتذوقية. جميل، يعني الرواية العمانية رغم توفر الأقلام لكن لم تصل يعني إلى مستوى يليق بالطموح عربيا أو عالميا، ليش من وجهة نظرك أستاذة؟ هي أسباب متعددة، مثلاً ممكن نقول إنه الرواية العربية لم تحقق ذاك الانتشار أو لم تصل، أولاً إعلامياً لا نجد تلك التغطية، ثانياً في المسابقات مثلاً نعلم أن هناك ذائقة ولجان تحكيم، قد لا ننتقص من حق النصوص الفائزة أو الروايات الفائزة في المسابقات العربية، ولكن أيضاً نعرف أن لجان تقييم هناك مثلاً الجان تقوم تتكون من عدة
نقاد أو من عدة محكمين، كل محكم لديه مجموعة روايات، قد تخرج رواية من محكم وقد لا تخرج من محكم آخر إن كانت ضمن المجموعة التي يقرأها. تخيل أنه مثلا لديك كاتب أو محكم عفوا لديه 50 رواية ليقرأها ويقيمها، فهل سيكون تقييمه لها بذات الجودة في كل مرة يقرأ فيها رواية؟ وهل هو يستطيع فعلا أن يقرأ كل هذا العدد 50 رواية؟ نعم، هذا عدد تقديري يعني. نعم نعم، يعني وجهة نظرك وتقييمك للرواية العمانية، كيف تجدين الأقلام العمانية في الروايات؟ الرواية العمانية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سيكون لها حضور قادم. يعني على مستوى السلطنة نتحدث، في تشعرين أنه في رواية عمانية يعني مميزة؟ خلينا ما نتكلم بشكل خاص يعني، ولكن هناك نعم روايات جميلة. جميل. هناك روايات جميلة، ولكن فعلا لم يسعفها الحظ للوصول إلى المسابقات العربية. ولكن إن شاء الله القادم دائما نتأمل فيه خير. نعم. بالنسبة إلى الجوائز محليا عربيا، كيف تجدين أيضا هذه الجوائز؟ الجوائز الأدبية بشكل عام أكيد هي تخدم العمل الأدبي. نعم. مثلا خلينا نضرب مثال، مثلا محمد حسن علوان لما فاز بجائزة البوكر. محمد حسن علوان فاز في عام 2017 بجائزة البوكر. الآن نجد محمد حسن علوان في كل معرض الكتاب، روايته اشتهرت، روايته موت صغير الفائزة بالجائزة انتشرت بشكل كثير. طبعا لا نبخص حق محمد علوان، هو كاتب استثنائي ومميز، ولكن أيضا الجائزة رفعت من قدره وجعلته حاضر في كل الأماكن. في مسندم قبل تقريبا شهر 11 أو بداية 12 أقيمت ورشة في مسندم برعاية جائزة البوكر والنادي الثقافي. نعم. كان المشرفون عليها من؟ محمد حسن علوان والدكتورة جخل حارث الفائزة بجائزة سلطان قابوس في 2016. لماذا كانوا هم المشرفين؟ لأنهم فازوا بالجوائز. إذن الجوائز هي تسلط النظر على أو تسلط الضوء على الكتاب. نعم. هم ليسوا يعني، هم نعم الأفضل، هم يعني كتاباتهم ممتازة، ولكن أيضا الجوائز هي التي توصلهم أحيانا. نعم. الناس تشتري الكتاب الفائز لماذا؟ لأنها تتوقع أنه الأفضل. نعم نعم، لكن أحيانا هو يعتمد على جهة التحكيم مثل ما ذكرتي. بالفعل يعني بالفعل. هي أذواق بالأخير. بالفعل نعم، يعني فوز رواية في مسابقة لا يعني أنها الأفضل، لا يعني أنها الأفضل، ولكن أيوة في كثير من الأحيان نعم، وفي أحيان كثيرة هي أحيانا تكون فعلا الأفضل يعني. نعم. وربما هناك مثل ما قلتي في روايات ربما أفضل ولم نطلع عليها. نعم، يعني ما شاء الله لديك أيضا مبادرات قرائية للأطفال أستاذة بدرية. نعم. يشتغلين في أدب الطفل عموما، إيش رأيك بحضور الأدب الطفل بالتحديد في السلطنة؟ والله لا زال حضور خجول إلى الآن يعني. أدب الطفل إلى الآن لا نجده بشكل كبير، ولكن الحمد لله الآن هناك كاتبات يكتبن في أدب الطفل، يعني عدة كاتبات والحمد لله، فنجد هذا. نعم. الأسماء حاضرة الآن بقوة ولها أيضا يعني حضورها العربي في منافسات. نعم. وفي جوائز أيضا. نعم. فإن شاء الله نتأمل أن يكون القادم أجمل. جميل. اليوم حتى يعني مبادراتك هذه مبادرات أشخاص عدة قد تثري هذا الجانب. صحيح، أنا أحاول الآن الاشتغال على الأطفال أنفسهم. صناعة كاتب من الصغر. في يوم من الأيام أذكر أن أنا قرأت معلومة تقول أن 80% من الأطفال يولدوا موهوبين. في عمر السنتين تتقلص هذه النسبة إلى 20%، تخيلي في عمر السنتين. وكل ما كبر الطفل كل ما تقلصت هذه النسبة. فأنا كل ما أحاول فعله أن أنا أكتشف هذه المواهب، أنمي معهم القراءة وشيئا فشيئا يبدأ الطلاب يكتبوا قصص. جميل. وننشر لهم هذه القصص ونشوفهم هذه، أنا أبدأ معهم قصة قصتين ثلاث بعدين أخليهم ينطلقوا وأتواصل مع أهلهم يتابعوهم. جميل. هذه المواهب هي اللي راح تكون تبني عمان مستقبلا. صحيح، نحن جيل الحاضر الآن، لكن المستقبل لمن؟ المستقبل للأطفال. لابد أن نوفر لهم هذه البيئة. صحيح. نعم، تشكر جهودك. إيش رأيك نعطر هذا الحديث بقصيدة أخرى؟ أنا النصف المليء بفارغ الكأس، أنا النصف المليء بفارغ الكأس، لي الكلمات تلهو فوق كراسي، لي التاريخ مذ أوقدت من سأتي، لي الأحلام ما أعلنت إفلاسي، ولي خلف اصفرار الحرف قافية، ولي ما شئت لما شاء حراسي، أنا النقص الذي تلقاه مكتملا، رسول
بين مئذنة وأجراس أرى لهو الحديث بغير أشرعة يجوب الموج من يمن إلى فاس يحار الشعر إن أضمرتها لغتي ويضرب خمسه في سهو أسداسي بجملته يجيء كفاتح ونبي بجملته يجيء كفاتح ونبي لعلي أصطفيه لصفوي جلاسي حماقاتي جراحاتي جنون دمي تفرد ضحكتي وبرود إحساسي حكاياتي التي في غفلة انتفضت تفتش عالما حرا من الناس جميع طرائقي صوفيتي مددي تؤوب إذا استوت صفرا بأنفاسي أنا الناي البعيد أنا الناي البعيد إذا التقى شفتي بكى لهف الرعاة لقبضة الفاس أجيء معي تفاصيلي وأغنيتي وأرحل خلف أوراقي وأجناسي وأعلم أن لي شعري ومحبرتي ولما شاء لي سطر بكراسي. الله الله، يعني تساءل بشوق في الختام متى نعم. سيكون إن شاء الله الديوان مطبوعا وحاضرا في المكتبات؟ إن شاء الله تقريبا سيكون في معرض الشارقة للكتاب شهر 11 إن شاء الله، لأنه الجائزة هي التي ستتكفل بطباعة الديوان بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل التوفيق لك، نفتخر دائما بك أستاذة. شكرا على جزيلا. وجودك اليوم في برنامج من عمان الشاعرة بدرية بنت محمد البدرية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نجاحات شباب عمان مستمرة في مختلف المواقع، هناك نجاح وإنجاز، نشاهد عطاءات مختلفة في المشاريع التجارية من خلال هذا التقرير، بعدها عودة لمتابعة محطات حلقة الليلة، تابعونا. يوما بعد يوم تزداد ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر رسوخا في المجتمع، يدلل عليها تلك النجاحات الواضحة للعيان من السواعد الشابة في هذا الوطن من أمثال عبير النزواني التي ما إن أنهت دراستها حتى باشرت في التفكير لفتح محلها الخاص لبيع وتصنيع الحلويات، فكان تخرجها الأولى على دفعتها في تخصص الهندسة المعمارية من الكلية التقنية بصلالة في العام 2012. فكرة إقامة المشروع هي أن أنا قدمت على وظائف كثيرة فما صار والتحقت فيه المرة بكتب، فالإنسان يصيب الإحباط، فالحمد لله رب العالمين بدينا نحول هالإحباط إلى قوة، فبدينا نشتغل في البيت وبتشجيع من الناس ومن الأهل، الحمد لله رب العالمين بدينا فتحنا هالمشروع، فبدأ صغير الحمد لله رب العالمين بدأ يكبر شوي شوي. إصرار للدخول إلى السوق بقوة رغم الصعوبات التي اكتنفت المشروع والاعتماد على الذات، بداية من تهيئة المحل بأصباغه وديكوراته الجاذبة والتي عملتها مع زوجها دون الاستعارة بالمختصين، ومن ثم السعي الدؤوب لاستيراد المعدات والمواد مباشرة من مصادرها الخارجية، وانتهى بالتسويق الناجح. قمنا بالبحث في البداية من الشركات الأم بالنفس، وبحثنا عن طريق الشركات الأم من الناس اللي هي أساساً تكون تستورد منهم هذه الأشياء، ومن هو المكيل الأساسي يعني. فالحمد لله بعد البحث وبعد التعب الحمد لله رب العالمين توصلنا للمصدر الرئيسي للشركات الأم اللي هي في بلجيكا واللي هي في فرنسا، وكمنا نستوردها عن طريق الوكلاء. عبير وجدت نفسها في معترك التجارة، وأصبحت أفكار التطوير والتجديد تأتيها تباعا لكسب الزبائن وتحقيق الربحية، فأدخلت من البيئة الشيء الذي تميزت به فأطفت على منتوجاتها حلاوة وتفرد. قمنا بإدخال حشوة اللبان في الشوكولاتة البلجيكية، قمنا بأخذ عينة وأعطاها للشركة التي تعمل لنا الحلويات والشوكولاتة، والحمد لله لاقت ترويج وإقبال من الناس، هي شوكولاتة باللبان بحشوة اللبان. من خلال المحل أوجه رسالة المجتمع أنه يعني يدعموا الشباب العماني، فهذا فرصتهم يعني ما يقسوا، وبعدين الشباب العماني ما يقسوا على الوظائف الحين ينتظروا وظيفتهم أو شيء، عليهم أنهم يدوروا ويبحثوا على شو اسمه الأنسب لهم. مشاريع صغيرة ومتوسطة فرضت نفسها، وبات أصحابها يفخرون باستقلاليتهم وربحيتهم العالية ومستقبلهم المشرق في عالم المال والأعمال. لبرنامج من عمان، محمد بن سعيد العلوي.
ومساء عامر بالمحبة لكم مشاهدينا جميعا. نتواصل معكم أيضا في حلقة الليلة من خلال مجموعة من المتابعات. في هذه المتابعة تحديدا نقترب إن شاء الله من ملتقى المحامين الثالث الذي جاء تحت عنوان الإعلان القضائي وآثاره القانونية، نظمته جمعية المحامين العمانية. تفاصيل مختلفة إن شاء الله حول هذا الملتقى برفقة ضيوفي في الأستوديو. أرحب باسمكم بأستاذ أحمد بن علي العجمي محامي، أهلا بك أستاذ أحمد، حياك الله في برنامج من عمان. أيضا نرحب مشاهدينا بالمحامية سرية بنت خلفان الهادية، أهلا بك أستاذة سرية، حياك الله في برنامج من عمان. رح نبدأ معاك، يعني إيش أهمية هذا الملتقى؟ وين جات فكرته؟ نعم، أولا أريد أطرح نبذة فقط عن جمعية المحامين. جمعية المحامين جمعية مهنية تم إشهارها في مارس 2007، لها عدة أهداف، منها على سبيل المثال المحافظة على حقوق المحامين، أيضا نشر الوعي القانوني، الرقي بالمهنة، الاشتراك في المؤتمرات والمحافل سواء الدولية أو ورش عمل تكون محلية. جميل. الملتقى الإعلان القضائي، هذا الملتقى الثالث الذي تقيمه الجمعية. هناك ملتقيين، الملتقى الأول كان عن سند الوكالة وتطبيقها والقانون، أما الملتقى الثاني فكان عن ناقش الأعمال القانونية للمحامي في مجال التجارة. رأت الجمعية أن الملتقيين السابقين يعني نجحا بطريقة يعني الحمد لله، واستفاد الحضور واستفادوا أيضا المحامين من هذه الملتقيات، لهذا رأت أنها تعمل الملتقى الثالث واللي هو عبارة اللي حدد موضوعه لمناقشة ورقة الإعلان وآثارها القانوني. جميل. يعني أما بالنسبة لسؤالك عن أهمية هذا الملتقى، فأهمية هذا الملتقى يرجع إلى أهمية ورقة الإعلان. أهمية ورقة الإعلان اكتسبت أهميتها من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة. نعم. أيوة، المحاكمة العادلة تقوم على عدة أسس قانونية، منها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ حق الدفاع. نعم. حتى نستطيع أن فعلا أن نحقق عدالة ناجزة، لابد أن يعلن الخصم بالإجراءات المتخذة ضده من قبل طالب الإعلان. جميل. أيوة. يعني هذا الملتقى جاء تحت عنوان الإعلان القضائي، يعني أستاذ لو نعرف المشاهد بهذا الإعلان، ماذا نقصد بالإعلان القضائي؟ أولا الإعلان هو مختصر أنه إيصال ورقة الإعلان إلى المدعى عليه بواسطة المحضر، وذلك لمواجهته بالدعوة وللحضور إلى المحكمة. في هناك إعلان القضائي في القضاء العادي، وهو قضايا الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية تتماثل في إجراءات الإعلان. أما إجراءات الإعلان في القضاء الإداري لها أسس ومبادئ مغايرة أو أنها متشابهة نوعا ما. أيضا ورقة الإعلان في القضاء الإجراءات الجزائية أيضا تختلف في هذا الشأن. نعم، يعني الملتقى أيضا جاء وركز على العديد من النقاط الخاصة بالإعلان القضائي. نعم. أستاذة سرية، لو تعرفينا على بعض هذه النقاط. نعم، ركز الملتقى على دور محضر الإعلان وورقة الإعلان والبيانات الواجب توافرها في ورقة الإعلان، ولمن يسلم هذا الإعلان بالنسبة للشخص الطبيعي وبالنسبة أيضا للشخص الاعتباري، وأيضا تكلم عن الأثر القانوني للإعلان، وتكلم أيضا عن القصور الموجود في التشريع الحالي، وأيضا تكلم عن المعوقات التي يصادفها محضر الإعلان أو يصادفها طالب الإعلان. نعم. يعني من المواضيع اللي طرحت أيضا أستاذ أحمد الإشكالات الواقعة على الإعلان، نتحدث عن هذه الإشكالات. هو يعني في إشكالات كثيرة تواجه المحكمة، إنه محضر الإعلان ما زال في القضاء الإجراءات المدنية هو الإعلان التقليدي، يجب أن ينتقل المحضر ويسلم الشخص
وإذا في حالة لم يعني يحصل عليه يسلم الشخص الآخر. فإذا انعقدت الخصومة ولم يحضر إعادة إعلام. الإشكال أيضا الثاني عدم وضوح العنوان. العنوان والعنونة ما موجودة في كل أنحاء السلطنة. أيضا المواعيد في حالة أنه تم إعلانه ويعني وكانت المدة البينية مختلفة ممكن يترتب عليه أثر بطلان في حالة أنه ما حضر الجلسة في هذا الشأن يعني. نعم، يعني الملتقى حظي بمشاركة واسعة أيضا أستاذة سرية. نعم. قدمت أوراق عمل مختلفة في هذا الموضوع، قربينا من بعض هذه الأوراق. نعم، طبعا أوراق العمل قدمت من عدة جهات. حقيقة يعني كان الحضور جميل والمشاركات ممتازة، وتصور أن الجميع استفاد من الملتقى. هناك أوراق عمل قدمت في مجال الإعلان القضائي وآثاره. فالورقة الأولى قدمت من الدكتور محمد واصل، قاضي في محكمة الاستئناف. أما بالنسبة لموضوع الملتقى كامل فانقسم إلى قسمين، جلسة أولى قدمت فيها 4 أوراق. نعم. وجلسة ثانية قدم فيها أيضا 4 أوراق. جميل. الجلسة الأولى ترأسها فضيلة الشيخ خليفة الحضرمي. وقدم فيها الدكتور الشيخ مازن المعشري ورقة عن الإعلان وأثر البطلان، كما قدم الشيخ فضيلة الشيخ محمد الأخزمي رئيس محكمة الاستئناف ورقة عن الإعلان وصوره، كما تفضل الشيخ الدكتور سعيد المقبالي بتقديم ورقة عن الإعلان الجزائي وأثره. نعم. وأثره كما تفضل أيضا أتصور بس لأن الذاكرة لربما أخذتني بعيد، في الجلسة الثانية التي ترأسها فضيلة الشيخ عيسى العزري وكيل وزارة العدل قدمت فيها أيضا 4 أوراق. الورقة الأولى قدمها الدكتور راشد حمد البلوشي عميد كلية الحقوق عن أثر البطلان على الورقة الإعلانية، كما قدم المستشار رئيس جمعية المحامين بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ زايد الشامسي. أيضا ورقة عمل عن الإعلان الإلكتروني في دولة الإمارات، كما هناك ورقة عمل أيضا قدمت من دولة قطر، قدمها الأستاذ الدكتور اسمه جدعان. جميل، يعني أيوة. أوراق عمل مختلفة. نعم. تناقش هذا الموضوع. نعم صحيح. يعني أستاذ أحمد، نتساءل عن الإشكالات اللي ممكن تواجه محضري الإعلان أثناء إعلانهم عن الخصوم. شوفي، أولا الإعلانات بالنسبة للقضاء العادي يتولى محضر التنفيذ هو بمباشرة الإعلانات. نعم. فاحتمال أنه يمتنع الشخص عن استلام الإعلان أو لا يعلن في هذا الشأن، أو يعلن المدعي يقدم عنوان غير واضح معي. أيوة. فيصير أنه لا يصل إلى العنوان، يتأدى الأمر أنه يجب أنه يتم إعلانه عن طريق الوالي أو عن طريق شيخ المنطقة أو بالإرشاد والإعلان بالنشر. نعم. بالنسبة لهذه الإشكالات، بالنسبة للإعلانات بالقضاء العادي تكون عسران انعقاد الخصومة هو خلال بالنسبة للدعوة الابتدائية يعني 8 أيام، وفي الاستئناف 10 أيام. إذا لم يحصر الخصم في جلسة المحاكمة ممكن أن أقدم أي مذكرة تنعقد الخصومة ويصدر الحكم. لكن القانون الإجراءات المدنية والتجارية رتب إذا لم يحضر ولم يقدم مذكرة أنه في حالة الاستئناف يبدأ سريان الموعد من إعلانه بالسند التنفيذي أو بالحكم. وهنا يتوجب على أمانة السر أو على المدعي أن يطلب إعلانه بسريان موعد الاستئناف.
بينما إجراءات الإعلان في القضاء الإجراءات الجزائية مغايرة عن الإعلان فيما يتعلق بالدعاوى المدنية. الإجراءات هناك لعضو الادعاء العام أن يطلب أي شخص إلى التحقيق ويتم إعلانه عن طريق باستدعاء عن طريق الشرطة أو إرشاد عن طريق الوالي. الأعجب أنه في قانون الإجراءات الجزائية منح المشرع عضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بالقبض على الشاهد أو الشاكي أو المتهم في حالة التخلف، ويصبح قرار عضو الادعاء العام ساري على منافذ السلطنة. إذا عقدت الخصومة الجزائية، وفي بعض الأحيان أنه المتهم لم يعلن أو لم يحضر يحق له المعارضة، يعني أنه يعارض على الحكم، لأنه أحكام قانون الإجراءات الجزائية في بعض المواد نصت أنه المتهم الذي يلاحق بعقوبة فيها سجن يجب حضوره لزوما أو وجوبا مع انعقاد الخصومة ومواجهته. إذا المحكمة ثبتت أنه لم يعلن يعاد إعلانه مرة أخرى، لأنه مجال الطعن في المحكمة العليا وهي نهاية المطاف لا يجوز أن تطعن إلا إذا كان حكما انتهائيا في هذا الشأن. مدة الإعلان في الجزائي تكون 3 أيام للمخالفات، وفي الجنح 7 أيام، وفي الجنايات 10 أيام. أما فيما يتعلق بالإعلان في القضاء الإداري، جاء القضاء الإداري وتوسع نوعا ما عندما أشار المشرع في تعديل اللاحق أنه يتم الإعلان بأي وسيلة من الوسائل إذا وصل له علما يقينيا، ويمكن أن يعلن عن طريق مكتب المختار وهو المحامي. فهنا أعطى المشرع في تعديل قانون الإجراءات أن يستخدم من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء بالإيميل سواء بالرسائل النصية أو بالفاكس، فتنعقد الخصومة إذا وصل. بينما المشرع في قانون الإجراءات عطل، لا يوجد نص يمنح محضر التنفيذ أن يستخدم وسائل، وأنا يعني من وجهة نظري يتوجب تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، لأن مفردات المادة 3 استبعدت الإعلانات القضائية. فكل العالم أصبح الآن قرية واحدة، والدول الأخرى أصبحت مثل المملكة العربية السعودية ممكن يتم الإعلان عن طريق رسالة عندما تسحب من البنك، ما تعطيك المبلغ إلا إذا استلمت الإعلان القضائي، يعني أثبت أنك استلمت. في دولة الإمارات أيضا عن طريق الرسائل النصية. فثورة المعلومات يجب أن تواكب، والتشريعات يجب أن تتحدث. الإعلان العادي التقليدي هذا انتهى، لأنه تعطيل للقضاء، يعني تعطيل سير العدالة بسبب أنه الإعلانات. أيضا حتى في تنفيذ الحكم لبعض المحاكم تجنح أنه ما ممكن نعلن المنفذ ضده عن طريق مكتب المحامي، ويجب أن يكون يعلن شخصيا ويأخذ إجراءات معينة تؤدي إلى، يعني أنه بعض المتقاضين يقولوا أنه يعني العدالة المتأخرة يعني تسبب لهم إشكال في هذا الشيء. أستاذة سارية، أنا استشفيت من حديث أستاذ أحمد أن هناك أنواع مختلفة من الإعلانات، صحيح؟ نعم صحيح، تختلف باختلاف القضاء، يعني القضاء العادي القضاء الإداري كما ذكر. بالفعل. لو نعطي صورة أكثر حول أنواع هذه الإعلانات. طبعا قانون الإجراءات المدنية والتجارية يعني نظم الإعلان بالنسبة للقضايا المدنية والقضايا التجارية وقضايا الأحوال الشخصية اللي هي تندرج تحتها أيضا القضايا الشرعية. فوضع لها تنظيم معين. أما فيما يخص القضاء الإداري أيضا هناك إجراءات حددها قانون القضاء الإداري. نعم. بالنسبة للدعاوى الجزائية نظمها قانون الإجراءات الجزائية. نعم. فبالتالي يعني لا نستطيع أن نخلط ما بين الإجراءات في كل أيوة كل نوع على إجراءات معينة. نعم نعم نعم. بالنسبة نعم. لي يعني في المؤتمر أيضا ناقشتم هذه، أو الملتقى عفوا ناقشتم هذه المواضيع، صحيح؟ نعم، قدم الادعاء العام ورقة عمل قدمها الشيخ الدكتور سعيد المقبالي، وتكلم عن صور الإعلان بالنسبة للإعلان الجزائي، وأيضا الإعلان بالتكليف بالحضور، والإعلان أمام المحكمة، والإعلان بحفظ التحقيق. نعم. جميع هذه الصور من الإعلان
تكلموا عنها باستفاضة في المؤتمر، وكان فيها نقاش يعني أتصور أنه استفاد منه جميع المشاركين. جميل. يعني هذه الإعلانات أستاذ أحمد في مؤثرات قد تؤثر فيها؟ نعم، أولا بالنسبة يعني احتمال أنه شخص لا يستلم مثلا آثار طبعا الإعلان إذا تنعقد الخصومة ويصبح الدعوة مع الذي يصدر الحكم بمواجهة المدعي. يعني بدون إعلان ما بدون عندنا إعلان أصلا دعوة. لا ما عندي، لا ما ممكن أن القاضي مع الذي القاضي لا يستطيع أن يشرع في إجراءات نظر الدعوة والفصل فيها موضوعا لأن الشكل يسبق الموضوع. عندنا في يعني المشرع في الدعاوى العادية أعطى محضر التنفيذ، بينما في الدعاوى الجزائية منح الادعاء العام هو من يقوم بتكليف الخصوم بالحضور. عندنا احنا مشكلة اللي نعاني فيها في الدعوى المباشرة. الجنحة المباشرة اللي تقام اللي يصدر حكم على جهة حكومية وتمتنع الجهة الحكومية عن تنفيذ هذا الحكم، فيتم إعلان، توجب القانون أنه يتم إعلان الممتنع شخصيا. أغلب ممكن رؤساء الوحدات الحكومية اللي يتم تنفيذها مثلا وزراء أو رؤساء دوائر ما يستلموا الإعلان، اللي يستلموا منسق مكتبه أو مدير مكتبه أو مستشار. نعم. عندما ترفع الجنحة المباشرة وهي استثناء من الأصل لا يتم إعلانه عن طريق الادعاء العام، وإنما يتم إعلانه عن طريق المحكمة، والمحكمة ترسل الدعوة إلى الادعاء العام. نعم. عندما تنعقد الخصومة في بعض من أصحاب الفضيلة يروا أنه الإعلان يجب يعني شخصي، وإذا لم تنعقد يقول لك براءة لعدم اتصال المحكمة اتصال قانوني، بينما بعض أصحاب الفضيلة يروا لا، أن الخصومة تنعقد بمجرد إعلانه، لأنه إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية. نعم. نرجع إلى الأصل العام هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية، واللي أشار فيه المشرع أنه إعلان الجهات الحكومية في من يمثلها أو يقوم مقامها، فهنا تنعقد الخصومة. فمشكلة الإعلان يجب أن تكون لها ثورة معلوماتية فيما يتعلق الإلكتروني عشان نواكب الحصل وكل آخرين من سبقوني في هذا الشأن، وخاصة أنه المؤتمر تطرق إلى الإعلان الإلكتروني والتوصيات أيضا، وخاصة أنه هيئة تقنية المعلومات مع لا لها دور رائد في هذا الشأن، وقانون المعاملات الإلكترونية يجب أن يعدل على أساس أنه يتسع الإعلان لكل الخصومات سواء إدارية أو مدنية. جميل. يعني اليوم دوركم أستاذة سارية أيضا كجمعية العمانية الخاصة بالمحامين في إقامة دورات تدريبية صقل مهارات محضري الإعلان أيضا. نعم، نحن ليس لدينا مانع كجمعية أن نقوم بهذا الدور التوعوي لمحضر الإعلان، وأرى أن نحن نستطيع أن نوصل المعوقات والإشكاليات التي تعيق الإعلان بشكل أفضل لمحضر الإعلان، لأننا نحن نعلم ما هي الإشكاليات حقيقة التي يصادفها محضر الإعلان. فمن الجيد أن نقيم هذه الورش بالتعاون مع الجهات التابعة لها محضر الإعلان، المحاكم سواء كانت محاكم القضاء العادي أو محاكم القضاء الإداري، وهو التعاون دائما موجود ما بين الجمعية والجهات. جميل. يعني بعد عرض أوراق عمل متعددة أستاذ أحمد وصلتم إلى مجموعة من التوصيات، ذكرت واحدة منها المتعلقة بالإعلان ذاته أنه يتحول من إعلان ورقي إلى إعلان إلكتروني مواكبة للمعطيات هذا العصر، غير هذا التوصيات تأهيل وتدريب محضري الإعلان. أيوة. نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق بإجراءات تحريك الدعوة وأهمية الإعلان على أساس أنه لا يعني تعطل العدالة بسبب من محامي أو من مدعي أو من إجراءات يعني غير مكتملة، خاصة أنه الإعلان يجب أن يفعل. يعني في بعض الدول مثلا في دولة الإمارات ممكن تعلن عن طريق شركة الكهرباء، يعني مثلا المواطن يوصل الإعلان إلى شركة الكهرباء لأنه عنده عداد عارفين موقعه. ممكن أيضا تفعيل قانون يعني في قنوات أخرى، في قنوات أخرى يعني مثلا الأحوال الأحوال المدنية، المفروض أيضا البيانات المواطن يجب أن تكون أكثر شمولية فيما يتعلق بعنوانه، بمكان سكنه، محله المختار، على أساس أنه يصل إلى الإعلان. أيضا وسائل عن طريق التليفون، عن طريق الإيميل، على أساس يكون الإعلان يكون أكثر
بشكل سهل، مثل ما عمل التعديل اللاحق في قانون إجراءات القضاء الإداري أعطى المشرع أنه بأي وسيلة، بس بشرط أن يكون هناك علما يقينيا وليس ظنيا تنعقد الخصومة مباشرة. جميل، يعني التوصيات شملت مثل ما ذكر شملت الجانب. نعم، بس أضيف عليها جزئية أن يتم، هو من ضمن التوصيات أن يتم الإعلان بالطرق الحديثة، الطرق الحديثة اللي ذكرها الأستاذ أحمد. أيضا من ضمن التوصيات أن يتم الإعلان عن طريق أمناء السر ومراكز الشرطة، للمراكز الشرطة التابع لها الخصم أو المطلوب إعلانه. أيضا هناك توصية بأن يلزم العمانيين والمقيمين باتخاذ موطن إلكتروني حتى يتم الإعلان عن طريقه. جميل. أسوة بدول الجوار، دول الخليج الآن أصبحت تتخذ الموطن الإلكتروني موطنا للخصم المراد إعلانه. دولة الإمارات عدلت قانونها، دولة قطر أيضا، الكويت عدلت قانونها. يعني هذا شيء جيد، يعني انك انت تستخدم التكنولوجيا وتوظفها لخدمه ايضا مرفق القضاء ولخدمه العداله الناس. تحل ايضا كثير من الاشكالات الحاصله بالفعل. شكرا لكم على وجودكم اليوم في برنامج من عمان. شكرا المحامي احمد بن علي العجمي، شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول ايضا مشاهدينا للمحاميه سريه بنت خلفان الهاديه، شكرا استاذة. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا في محطات حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، الحارات العمانية، هندسة مميزة تأخذكم إلى حنايا فترات وحقبات زمنية مختلفة. نشاهد جماليات هذه الحارات في هذا التقرير، بعدها عودة إلى المحطة الأخيرة من حلقة الليلة، ابقوا معنا. تتداخل الحارات العمانية القديمة وسط الواحات والبساتين والأفلاج في تلاحم وتناغم لفكر الإنسان العماني مع التراث الطبيعي، فتشكل هذه الحارات واجهة تعبر عن الأصالة والعراقة التي تعيشها السلطنة. وتطورت هذه الحارات التي تعد موروثاً تاريخياً تراثياً فريداً من نوعه مع تطور الحقب الزمنية التي مرت بها السلطنة، حيث صنفت هذه الحارات التي تجاوز عددها 1000 حارة في مختلف محافظات السلطنة إلى عدة مستويات حسب نتائج الحصر التي سجلتها وزارة التراث والثقافة. ووفقاً للأهمية التاريخية والحالة الإنشائية والندرة، إضافة إلى التنوع في أشكال العمارة لهذه الحارات، فقد صنفت إلى 3 مستويات، أبرزها الحارات المبنية بالطوب اللبن كمستوى أول، والذي يتميز بتعدد المرافق وقربها من مصادر المياه، إضافة إلى الحارات المبنية بالحجارة التي تتميز بمحدودية مساحتها، والحارات المبنية بالحجارة والطوب اللبن والتي لا تختلف سماتها عن سمات الحارات المبنية بالطوب اللبن والمعروف بالطين، إلا أن بيوتها أقل ارتفاعاً وأضيق مساحة. وللحفاظ على هذا المخزون التراثي من الاندثار، تقوم وزارة التراث والثقافة بترميم عدد من الحارات، بينما يتم توثيق عدد آخر في مختلف محافظات السلطنة بهدف تسجيل وإبراز الخصائص الفريدة لكل حارة. وحياكم الله مشاهدينا من جديد، وصلنا بكم إلى آخر محطة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، الحديث إن شاء الله حول يوم المدينة العربية. تشارك أيضا بلدية مسقط الدول العربية بهذا اليوم من خلال مجموعة من الأنشطة، وتحتفي بمرور 51 عاما على تأسيس منظمة المدن العربية تحت شعار مدن مستدامة لإسعاد الساكنين. تفاصيل مختلفة مشاهدينا حول هذا اليوم نتعرف عليها من خلال ضيفنا الكريم أستاذ إبراهيم بن سعيد الحسيني، مساعد مدير الإعلام ببلدية مسقط. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا بكم أستاذة ومساء الخير للجمهور الكريم. الله يخليك. يعني أهمية أن يكون هناك يوم عربي يجمعكم أيضا تحت المدينة العربية. نعم، يوم المدينة العربي هذا اليوم هو يوم جليل بالنسبة للوطن العربي الذي تجتمع فيه جميع المدن العربية للاحتفال بهذا اليوم. طبعا تأسست منظمة المدن العربية مثل ما أشرتي 1967 وأكملت اليوبيل الذهبي في العام الماضي. هذا العام هي تحتفل بمرور 51 عام. طبعا هذا الاحتفال له أبعاد تنموية وأبعاد إنمائية وأبعاد خدمية في نفس الوقت للمدن العربية من أجل التكامل وتضافر الجهود العربية لكي تشكل مظلة من الأفكار والطموحات التي يعني تنقل الوطن العربي أو المدن العربية من مرحلة إلى مرحلة متقدمة حسب تطلعات وحسب رؤى وحسب أفكار ومبادرات تتبناها هذه الدول. طبعا هذه المنظمة هي كانت بمثابة المنزل الذي يضم ما يقارب 500 أو أكثر من 500 مدينة ومنظمة تنضوي تحت هذا يعني المنزل العربي الذي يشكل في مضامينه يعني أبعاد مثل ما أشرنا أبعاد تعنى بشؤون العمل البلدي في الأساس. نعم، يعني في كل عام هذا اليوم يأتي تحت شعار معين، هذا العام جاء تحت شعار مدن مستدامة لإسعاد الساكنين. نعم، إيش دلالة هذا الشعار؟ نعم، مدن مستدامة لإسعاد الساكنين. هذا هذه السنة يعني رأت المنظمة أن تعطي المدن العربية أهمية قصوى للسكان للعناية بالأفراد والناس الذين يسكنون في هذه المدن، سواء من زوار، سواء من قاطنين بإقامة دائمة، سواء من سياح الذين يقدمون لهذه المدن، لكي يعني المنظمة في كل عام طبعا تعطي شعار معين. العام الماضي كان 50 عاما يعني في تنمية المدن نحو التطور المستدام. هذا العام المدن مستدامة لإسعاد الساكنين. البعد الذي ركزت عليه المنظمة هو الالتفاف حول هذا الشعار من جميع المنظمات والهيئات التي يعني تنضوي تحت مظلة منظمة المدن العربية لكي ترسخ هذه المبادئ وهذه الأفكار للمسؤولين أن هناك أناس يسكنون في المدن وهم بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى رعاية. ليست المدن هي مثل ما نرى بعض المدن أنها مدن مثل ما نقول مدن إسمنتية، مدن صامتة، يعني لا تكون فيها هناك حياة وفيها أمور تجعل أريحية للسكان، تجعل يعني الاستمتاع بما توفره أو تزخر به من مقومات متنوعة. نعم، يعني المؤسسات المعنية بهذا الجانب في كل دول العربية تحتفي أيضا بهذا اليوم. بالنسبة لبلدية مسقط كيف احتفيتم بهذا اليوم؟ نعم، اليوم احتفلت البلدية طبعا بإقامة أولا مبدئيا عملت على رفع علم منظمة المدن العربية في جميع مديريات بلدية مسقط الخدمية في الولايات، ولاية السيب وبوشر وولاية مطرح الكبرى أو مديرية عفوا مطرح الكبرى التي يعني تشرف على ولايتين، ولاية السيب أو عفوا ولاية مسقط وولاية مطرح، مديرية مطرح الكبرى وولايات العمرات وقريات المديريات طبعا الخدمية في هذه الولايات. تم نصب أعلام منظمة المدن العربية بجانب علم السلطنة. كذلك قامت البلدية بتنفيذ عدة محاضرات وورش عمل للمدارس وللفئات المجتمع لتنويرهم بأهمية المحافظة على البيئة، بأهمية العمل البلدي أو تعريفهم بأدوار العمل البلدي، وكذلك بالتوعية التي ينبغي أن تترسخ لهذه الأجيال من خلال المضامين التي هي يعني تعطي أو تعريف بالشؤون. نعم، العمل البلدي في الأساس. نعم، يعني أستاذ إبراهيم، بلدية مسقط انضمت إلى هذه المنظمة في وقت مبكر من النهضة العمانية عام 71. نعم، يعني ماذا يضفي هذا الانضمام؟ نعم، كيف ينعكس على أدوار البلدية اليوم؟ طبعا بلدية مسقط لها تاريخ عريق
يعني بدايات العمل البلدي يعني بدأت 1919 تقريبا، يعني ما يقارب من يعني 100 عام أو 99 عام بدأت الأعمال البلدية. لكن في مراحل التطور صدر أول تشريع تنظيمي للبلدية في السلطنة 1949، وكان فيه قانون وفيه 6 أبواب، يعني هذه الأبواب كانت محكمة وفي دساتير ولوائح منظمة من 1949. هناك نقلة صارت عندما يعني بدأت النهضة الحديثة بقيادة مولانا يحفظه الله، صدر المرسوم السلطاني 1972 بإعادة تشكيل أو عمل بلدية للأعمال البلدية كتنظيم كجهاز يعني يشرف على قطاعات الطرق وقطاعات النظافة والخدمات العامة في المدينة. ثم تطورت هذه المراحل. بلدية مسقط تعتبر من يعني ربما أقدم البلديات في سلطنة عمان التي زاولت العمل بشكل تنظيمي وممارسة ممنهجة في تلك الفترة، مما أهلها لكي تكون يعني من ضمن البلديات الأولى الأوائل من أوائل البلديات التي تنضم إلى منظمة المدن العربية في 1971 من بداية النهضة. ثم جاءت بلدية ظفار بعدها كذلك بثلاث سنوات، وبلدية صحار كذلك تلتها كأعضاء في المنظمة بمنظمة المدن العربية. نتحدث عن هذه الأدوار الخدمية تقدمها بلدية مسقط تتكامل أيضا مع منظمة المدن العربية. نعم، بلدية مسقط طبعا عضو دائم في منظمة أو مكتب منظمة المدن العربية، بمعنى أن لها أحقية في الترشيح، لها أحقية يعني في بعض القرارات. هناك مثل ما أشرت سابقا أكثر من 500 منظمة وبلدية يعني تندرج تحت منظمة المدن العربية. نعم. بلدية مسقط من أدوارها في هذه المنظمة هي المشاركة في الاجتماعات في الحقيقة، يعني بعمل اللي هو الدراسات بالمشاركة. كذلك هي البلدية تشارك في مجالات صون البيئة، في مجالات الخدمات، في مجالات العلاقات اللي هي التنموية التي تخدم العمل البلدي بشكل خاص. أدوار البلدية في منظمة المدن العربية ينطلق من منطلقات سياسة البلدية في عمل سواء في تجميل المدينة، في إنشاء المرافق، في إسعاد الساكنين. هو الحين يعني مثل ما ذكرنا أنه الأهم في كل هذا المضامين التي تعملها البلدية يعني من خدمات ومن مشاريع ومنشآت، في النهاية هي تنصب في خدمة وإسعاد هؤلاء الساكنين. جميل. نعم. جميل. يعني في ختام هذا الحديث، إيش رسالتكم تتبثونها من خلال هذا اليوم؟ نعم، أنا أريد أن أشير يعني على الموضوع اللي هو هناك يعني نلامس الحمد لله تجاوب وشراكة مجتمعية ووعي من قبل الجماهير بما يخص أعمال ومشاريع بلدية مسقط، وكذلك يعني سواء مؤسسات أو أفراد. نحن رسالتنا نقول أن أدوار البلدية لا تتكامل إلا مع تكامل هذه الجهود، سواء مؤسسات قطاع خاص أو أفراد أو حكومات. هي مسؤولية الجميع. نعم، مسؤولية الجميع. على عاتق مؤسسة واحدة. نعم بالضبط. ونحن نثمن يعني ما يطرح في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومبادرات ومقترحات لتطوير العمل البلدي، ويؤخذ فيها إن شاء الله بعين الاعتبار حسب المتاح. يعني يعني كيف تحاولون أن تمتنوا هذه العلاقة؟ علاقة البلدية أيضا نقول بجمهورها بناسها يعني من تقدم لهم الخدمة وهم الجميع كما ذكر. نعم جميل. أنا يعني استحضرني الآن يعني كتاب ألفه يان جيل، هذا مؤلف دنماركي، يعني أخذ يمكن ما يقارب 40 سنة في تأليف هذا الكتاب. الكتاب سماه مدن للناس، بمعنى أن هذه المدينة هي للناس. حتى ذكر في بعض الفصول هناك أن الناس هم الذين يعني يسبقون المدن في تشكيلها، ثم من ثم تأتي المدينة. نعم. يعني الناس هم الذين يسكنون في الأساس، ثم تأتي المدينة وتتحضر وتصير هناك تنمية وتفاعل ومشاركة وتبادل وكذا. هؤلاء الناس هم البؤرة الأساسية أو المكون الأساسي لهذا المجتمع. لذلك بلدية مسقط تعتني بهؤلاء. من ضمن ما يعني البلدية ما يعني نفذته مؤخرا كان تكريم بعض المبادرات التي تعاونت مع البلدية، سواء قطاع خاص سواء أفراد.
يعني هناك أفراد يشاركون في البلدية لجهودها. طبعا البلدية كمؤسسة فيها نوع من الجانب جانبين طبعا، جانب تشريعي وجانب تنفيذي. الجانب التشريعي بما يخص اللي هو عمل الأوامر والقوانين والمنظومة الهيكلية للعمل أو التنظيم الإرشادي للعمل البلدي. المنظومة التنفيذية طبعا كما تعلمون هي تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج حسب يعني ما هو المعمول فيه. هناك لا تستطيع البلدية في جهودها التفتيشية والرقابية أن يعني تضع في كل بؤرة أو في كل موقع يعني عين معينة لكي تقوم بجهد الرقابة والتفتيش وكذا. نعم. هنا يعني مسألة الاهتمام دور المجتمع بهذه القضية والتعاون مع البلدية، يعني تعاون خلاق، وإن شاء الله يعني المجتمع واعي في هذا المجال، ويعني يسعدونا كثيرا عندما يعني يتصلوا سواء المركز مسقط الاتصالات. نعم. او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتبليغ عن بعض الاشياء والتجاوزات التي تحدث. هذا من غيره المواطن او غيره المقيم، يعني هناك اقبال تجد في هذا الجانب. نعم بالضبط، يعني الحمد لله هو ليس فقط في الجانب الثاني هو الانتقادات وكذا. نعم. لكن هناك ناس يعني كارشادات ويعني يعطونا اللي هي كتعاون دائم مع البلدية، ونحن نسعد بهذا ونتوجه لهم بجزيل الشكر. جميل، شكرا لكم على هذا العمل، شكرا لكم أيضا لحضوركم اليوم في برنامج من عمان. كل الشكر لك إبراهيم بن سعيد الحسيني، مساعد مدير الإعلام ببلدية مسقط، سعيد بك. شكرا لكم ولهذا البرنامج. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا إن شاء الله الأسبوع المقبل. هنا ختام إن شاء الله لحلقات هذا الأسبوع من برنامجكم من عمان. نحاول دائما أن نكون مرآة عاكسة لهذه الأحداث الوطنية من خلال محطاتنا المتنوعة. نهاية إجازة سعيدة لكم، إلى اللقاء.